إذا مشاهدي محمد القريس، أهلا وسهلا بكم ضمن برنامج تحت المجهر. إذا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تحت المجهر، واللي غنخصوها من جديد لجماعة بني خلف، وبحضور هذه المرة رئيس الجماعة السيد رفيق سعيد رفيق، وأيضا بحضور السيد الحيمر أحمد وهو عضو جماعي بجماعة بني خلف التابعة طبعا لإقليم المحمدية، واللي نتمناو من السيد الرئيس أن يجاوبنا بكل صراحة وجرأة بناء على جملة من الطلبات والشكايات والمراسلات اللي كتوصل بها محمدية بريس، وبناء أيضا على ما ينشر وما نشاهده أيضا من بعض المتطلبات للمواطنين بجماعة بني خلف بالصفحات الفيسبوكية العديدة والمتخصصة في جماعة بني خلف وما أكثرها بهذه الجماعة. إذن السلام عليكم سي رفيق. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن سي سعيد رفيق، أول سؤال واللي كانت منه طبعا الإجابة تكون صريحة وشفافة وبكل وضوح بإكراهتها بحبها ومرها، نتمنى الإجابة تكون صادقة. نبداو بمشكل ديال السوق الأسبوعي. كما كتعرف سي سعيد، السوق الأسبوعي كان من المنتظر أنه في شهر 3 من العام 2017 أنه يعني يترحل من الجماعة ديال بني خلف. نبغيو نعرفوا السبب ديال التأخير. هذا أول سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إذن أولا وقبل كل شيء، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، مناسبة عيد المرأة، أهدي هاتين الوردتين وهذه الباقة من الورود لجميع نساء ساكنات بني خلف بالخصوص وساكنات المغرب والعالم بأتمه. إذن نتمنى لهم التوفيق، نتمنى لهم النجاح، ونتمنى لهم مسيرة موفقة ومزدهرة. إذن نرجع إلى سؤالك أخي الكريم. فأولا بدأ مرحبا بك في جماعة بني خلف، نرحب بك كعادتنا، بابنا مفتوح للجميع، فأهلا وسهلا بك في جماعة بني خلف. إذن السؤال السوق. إذن نحن نعرف السوق إشكاليات الكبيرة التي نعانيها مع هذا السوق الأسبوعي، ف أقول لك وأذكرك بتاريخ السوق في جماعة بني خلف، فهو للتذكير ولمن لا يعرف التاريخ، فهو سوق استقبلناه من مدينة المحمدية بعدما أغلق أبوابها وشرايينها، فاستقبلته آنذاك جماعة بني خلف. آنذاك كانت جماعة فتية، جماعة صغيرة جدا، وبدأت تكبر شيئا فشيئا، والسوق يكبر معها حتى أصبح أكبر مشكل يعيق التنمية في جماعة بني خلف. إذن بعدما تحملنا المسؤولية، وأرجع إلى التاريخ، فأنا مستشار جماعي منذ 1997، فمنذ ذلك الوقت ومنذ ذلك التاريخ وأنا أناقش كإخواني الزملاء المصارين مشكل السوق، نقل السوق، تحويل السوق، من سنوات عديدة. بعد ما تحملنا المسؤولية وبالضبط في أواخر سنة 2013، اتخذ المجلس آنذاك قرارا جريئا، وهو حذف السوق من جماعة بني خلف. نظرا المقرر هذا ما تخاد شكاك، وإنما تخاد نظرا للمشاكل والمعيقات التي يسببها هذا السوق في جماعة بني خلف، فهو عائق للتنمية كما قلت، فهو يسد جميع المنافذ. كان آنذاك في أواخر 2013 يغلق جميع المنافذ والأبواب اللي كتدخل جماعة بني خلف. إذن اتخذ القرار ديال الحد في السوق، مراه كان تنسيق كبير بين الجماعة وبين السلطات المحلية والإقليمية، نشكرها من هذا الباب هذا، فهي مشكورة أنه على الأقل السوق استطعنا أن ننقله من
من مركز البنية خلف، يعني كان كيسد جميع المداخل، يعني التجزئات اللي قلنا شارع الحسن، شارع فرنسا كما تقال، هو شارع الحسن الثاني، وتجزئات سواء تجزئات بني خلف السونتر، سواء تجزئات سميكراف، سواء البلوك، سواء ابواب الجماعه، سواء التجزئه، يعني كان كيسد جميع المنافذ. استطعنا بعد اول حاجه نفكوا العزله على الاقل على هاد الناس، يعني استطعنا ان نحكوا العزله عليهم 50% ريتما نكملوا الباقي. فعلا انه اتخذت توقعت اتفاقيه، اتفاقيه توقعت تلقى لان طبيعه الحال المجلس ما بين جماعه بني خلف وجماعه سيدي موسى المشتوب، على اساس انه هذا السوق هذا نظرا لعدم وجود عقار داخل جماعه بني خلف، فمن طبيعه الحال انه دار اتفاقيه بين جماعه بني خلف وجماعه سيدي موسى المشتوب، على اساس انه ينتقل لها السوق وتبقى مداخل الجماعه ب 40% مده 15 سنه. إذن هذه اتفاقية فعلا توقعت، كانت على أساس أنه فعلا كما شرتي أنه غيتحول في 3/2018، لكن بعض المساطر والإجراءات ساهمت أنه في تأخير نقل هذا السوق. إذن المشكل اللي كان هو مشكل ديال الترخيص وديال بعض الملاحظات ديال اللجنة التقنية اللي كتجتمع ما بين اللجنة التقنية بطبيعة الحال، لأنه هذا الملف مادام هو في أرض ديال جماعة سيدي موسى المشدوب، إذن كانت كتبعو من طبيعة الحال في اللجنة التقنية كانت كتبعو جماعة سيدي موسى المشدوب، بحكم أنه داخل المدار ديالها. يعني بالنسبة لنا احنا الالتزامات ديالنا احنا موجودين، احنا الالتزام اللي كان عندنا هو على أساس أنه تكون الدراسات كلها من طبيعه الحال من جماعه بني خلف. حنا درنا الدراسه المتعلقه بالتاثير ديالو، الامباكت التاثير ديالو على البيئه، ودرنا الدراسه بالنسبه للتاثير ديالو لاسينيسمو، يعني الصرف الصحي وفين غادي يمشي. درنا هادو جوج دراسات، هادو تنجزوا داروا، هناك باقين بعض الدراسات، ولكن هاد الدراسات اللي باقين بعد ما يكون البلان والترخيص واجدين، يعني جاهزين. وهو راه دابا راه بالنسبه للترخيص ديالو فكنظن الى اخر اسبوع هو هذا باش ياخذ الترخيص. من بعد غنمشيو في الاجراءات ديال الدراسات اللي غيتعقبوا هاد الترخيص ديالو بعد هاد لا كوميسيون، وان شاء الله كنقولوا حنا في القريب العاجل، كنقولوش حوالي، حنا كنديروا مجهود كبير على اساس انه باش ينتقل في القريب العاجل ان شاء الله. وكان عفوا شحال كيدير الجماعه من مداخيل السوق الحالي تقريبا في العام؟ اذا السوق الحالي ما بين 3 مليون درهم و 4 مليون درهم. نعم. هذا هو التقديرات اللي كاينه ديال السوق. اذا هذا هو ناخذ هذه المكالمه. السلام عليكم. لا بس الحمد لله. الاسم كريم، السمية ديالك سيدي، السمية ديالك. إذن شنو هو السؤال ديالكم المباشر للسيد الرئيس؟ وضحات المتطلبات ديالك، نشكرك، غادي تسمع الإجابة من عند السيد الرئيس. شكرا.
يبدو أن مجموعة ديال الشباب اللي كيشاهدوا الحلقة هذه. إذا السيد الرئيس، قبل ما نمشيو للنقاط الأخرى نتكلموا نجاوبوا على هذا السؤال. مرحبا مرحبا. إذا احنا مستعدين، احنا مستعدين نجاوبوا على جميع الأسئلة. نعم. بدون لغات الخشب. نعم. داكشي اللي كاين احنا غنحطوه. نعم. بالنسبة للحي المحمدي، ملي تحملنا المسؤولية مباشرة، ملي دخلنا وقبل ما نتحمل المسؤولية، احنا عرفت أن الناس الحي المحمدي وقفونا في دورات المجلس. نعم. وحبسونا دورات المجلس. المطالب ديالهم شنو هما؟ النظافة. النظافة كانت حابسة عليهم طريق الدخل ديال الحي المحمدي. بعد تحملنا المسؤولية خدنا قرارات سواء في الحي المحمدي أو في عين تكي أو في مجموعة ديال الأحياء، أنه ولو عمال عربيين متواجدين بصفة يومية في هذه الأحياء، وكدار النظافة بشكل يومي. نعم. إذن الأكبر مشكل اللي كان في الحي المحمدي هو النظافة، أكبر مشكل. الحمد لله احنا حاولنا نتغلبوا عليه، ما نقولوش تغلبنا 100%، ولكن راه حوالي 80% ديال النظافة في الحي المحمدي راه مزيانة. إذن المشاكل الأخرى من غير النظافة، كان مشكل المدخل الرئيسي للحي المحمدي. المدخل الرئيسي كانت فيه معاناة، كانوا أنه حتى وسائل النقل ما كانتش كتدخل للحي المحمدي، كانت كتوقف في الطريق الرابطة بين الطريق الوطني رقم 1 وجمعة فدارات، وكتبقى ذاك المسافة الفاصلة بين الدخل للحي المحمدي حوالي 800 متر لكي يقطعوا هذوك الناس على رجليهم وفي عز فصل الشتاء وما يرافقه من إكراهات. إذن ولله الحمد ده المدخل الحي المحمدي أصبح يشرف ساكنة الحي المحمدي من طبيعة الحال. بالإضافة إلى المدخل الحي المحمدي، هناك الأزقة الداخلية للحي المحمدي. نعطيك مثال بسيط وأنا حطيته في نقاشات واجتماعات، أنه أول مرة في حياتي كنشوف أنه تجزئة فيها الطروطوار البوردير يعني ناعس. البوردير حنا كنعرفوا الدور ديالو، والدور ديالو اللي كيلعبوا ملي كيولي البوردير ناعس والزفت فوق البوردير. إذن كان مشكل. إذن قطعنا أشواط مهمة في الحي المحمدي. تعاودت التجزئة كلها تعودت. ممكن الأخ ممكن تمشي تلاحظ ممكن تمشي. احنا راه هادشي كنقولوه احنا عندنا موثق، عندنا تصاور داكشي، تصاور كيفاش كان قبل وتصاور كيفاش كاين دابا. نعم. فعلا. اذا احنا باش غنجينا نناقش في موضوع ديال 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 الملعب ولا مثلا ديال الحديقه، خصني بدا نصاوب الانسان منين يدخل. نعم. اول حاجه بدا منين يدخل، فين يكون يوصل للسكن ديالو، في راحه بدا تام. اذا بعد ما طعنا حلينا هذه المشاكل بدا كاينه، مشينا التوجه اللي كاين دابا على اساس انه تكون حديقه للالعاب وملاعب رياضيه. ملي مشينا للمشكل ديال التصميم ديال الحي المحمدي، لقينا فعلا كاين بعض الملاعب الرياضيه. هذه الملاعب الرياضيه بعد ما ان فكرنا نديروا فيها ملاعب رياضيه، خرجونا السكان الحي المحمدي وقالنا ودي هذه الملاعب راه وسط الديور ديالنا، ما يمكنش يكونوا الناس لاعبين قدام باب ديالنا وحنا كنعرفوا اللاعب ولا الكره وما يرافقها. كلنا كنعرفوا بعضنا. اذا مشينا، هذا ماشي كانش حاجز بالنسبه لنا، وانما كان توجه اخر. التوجه اخر هو انه كنعرفوا ان حي المحمدي جا في واحد الجزئه اللي كبيره، اللي هي اللي حاليا اللي فيها بدر. تجزئه اللي بلادهم منها للحي المحمدي حوالي 120 قطار. اذا مادام انه المرافق اللي كانت في الحي المحمدي ناقصه، احنا حاولنا نعوضوها كلها والاغلب ديالها في التجزئه ديال بدر اللي قريبه للتسليم. وحنا قبل ما يكون التسليم خاص تكون هذه المرافق جاهزه وواجده للعب. نعطي امثله باش الاخوان ديال الحي المحمدي يعرفوا التوجه ديالنا. اذا هذه التجزئه مقسمه على خمسه الوحدات. اذا اول حاجه كاين مسجد ديال 3300 متر، كاين مارشي، مركز بلدي المساحه ديالو 2010 متر، كاين دار الشباب المساحه ديالها 1000 متر، كاين دار الطالبه المساحه ديالها 1200 متر، كاين سونتر سونتي مركز صحي 520، كاين ايكول بريمير، وبالاضافه للمرافق البريفي
بالنسبة للإضافة للحمام وفور وإيكول بريفي. بالنسبة للوحدة الثانية كاين مسجد، كاين سونتر ديال التأهيل، مركز ديال التأهيل، كاين تيران سبور واحد، كاين حمام وفور، وحمام وفور هادو من طبيعة الحال هادو تيكونوا بريفي. بالنسبة للوحدة الثالثة كاين إيكول مدرسة ابتدائية، كاين كوليج، وكاين إيكيبمون بريفي اللي هو ثاني حمام. بالنسبة للوحدة الرابعة كاين تيران سبور ثاني، تيران سبور الأول، تيران سبور الأول فيه 2085 متر، والتيران سبور الثاني فيه 2110 المتروات. هادشي هو السونتر، سونتر مركز تربوي، هناك ليسي، هناك مركز ثقافي. اذا ذكرت لك مجموعه مرافق، وهذه تاريخ بالنسبه لهاد المرافق امتى غتكون جاهزه، وهاد المرافق راها متلاصقه مع تجزئه ديال الحي المحمدي. اذا النقص اللي كان كيعانيو هاد الناس هنا كله غادي يكون في التجزئه اللي حدود ديالها مع الحي المحمدي، اللي ارض اللي كانت داخله منها الحي المحمدي. اذا هذه دخلت، اذا هاد المرافق كما شرنا باش يطمئنوا الاخوه الاكارم ديال الحي المحمدي، ماشي غير الحي المحمدي وانما الساكنه المجاوره. طبيعه الحال حنا ماشي عندنا الحي المحمدي، حنا عندنا دوار الحجه، عندنا دوار الخصومي، عندنا دوار الخموله، عندنا برغوت، عندنا مهيرشات، عندنا بني مغيت من الفوق، عندنا الروس، عندنا هذا كلهم احياء اللي غيكونوا كيستافدوا من هاد المرافق. نظرا لان المشكل الكبير اللي كيتقال وكيتكلموا فيه الاخوان بزاف باش نوضحوه ونشرحوه، وانا تيقول لك ودي التوجه كله غادي للمركز. لا ابدا، ماشي التوجه كله غادي للمركز فعلا. المركز علاش؟ لان عندي تجزئات، وعندي ملي كتكون التجزئه كنحاول نفرض الخصائص اللي كيعانيو منه الناس. اذا هذه اول تجزئه دارت في المساحه هذه اللي هضرنا عليها، اللي فرضنا فيها الخصائص اللي كيعانيو دوك الناس. طبيعي الحال. إذن هذا هو هذا التوجه، والتوجه ما كاينش في الحي المحمدي، كاين حتى في الفتح جوج، حتى هو نفس التوجه. مرحبا غنجاوبوا عليه، ماشي مشكل. مرحبا. اذا نمشيو، كنت تكلمت على نقطه النظافه ولشرها ايضا المتدخل يشتكي العديدون انه النظافه يعني غايبه في بني مغيت والفتح واحد والفتح جوج، ناس زيتون وديار العاليه وبيتي، وغياب الحاويات في بعض الاحياء. ما ردك سيد الرئيس؟ اهلا وسهلا. الكذوب كما تيقولوا ما تيكونش على الحيين. نقدر نربط لك هذا السؤال هذا بواحد السؤال اخر، شنو هو السبب ديال عدم المصادقه ديال الجماعه ديالكم على نقطه تحويل المسؤوليه لشركه خاصه للنظافه، بعد ما كان كيطالب بها ايضا السيد العامل وانت تعلم هذا طبعا. مرحبا اخي الكريم. اذا مشكل النظافه، نعم نتكلموا على النظافه، وانا دائما كنبغي نرجع للور، دائما كنشوف ارشيف وكنشوف ندير مقارنات بين الحاله اللي كانت عليها الجماعه والحاله اللي كاين عليها الجماعه دابا. اذا نفس الميزانيه، لا تغيير في الميزانيه، الميزانيه اللي كانت قبل هي اللي كاينه دابا. التغيير فين كاين؟ التغيير انه في الساكنه، انه الضعفات. بعد ما كانت الاحصاء الاخر اللي كان 28000 ولا 30000، الساكنه دابا اللي كاينه راه تفوق 70000 نسمه. اذا الضعفات اضعف. قبل ما نرجع معاك للضعفات، في الوقت اللي كانت هاد الساكنه بسيطه وقليله، نعم وغنرجع معاك، ورانا هادشي راه كنقولوا، راه عندنا الحجج والدلائل اللي باقي داكشي متق داكشي. كيفاش كان مركز بني خلف يعني بهاد الساكنه القليله اللي كانت، كيفاش كان مركز بني خلف؟ كان شارع فرنسا اللي هو كتشوفوا دابا كما دخلتوا منه ولا مدخل رئيسي واللي فيه ولا فيه الورد وكيستقبلك، كان تما كتستقبلك زباله، كتستقبلك مع الدخله كاينه مزباله في شارع فرنسا. كنمشي ورا الجماعه كانت زباله، كنمشي لانفاس مع القياده كانت زباله، كنمشي لشارع طريق الرباط كانت زباله. ما غنتكلمش على الحي المحمدي كانت حبس الطريق، وما غنتكلمش على عين تكي كيفاش كانت المعاناه، كانت كدار لهم نظافه يوم وفي احسن الاحوال يومين. هادشي كله رجع معاك دابا للواقع الحالي اللي كاين. النظافه دابا ولله الحمد في السونتر راه راه خير، داير لي راه كله تقريبا مغطي، نعم مغطي كله. انا لا مشيت لا رديت معاك شويه، رجعت معاك غير شويه للور، راه
كان في البلاصه اللي كاين فيها دابا جرده ولقيتيها وتخرج اللي بغيت تخرج وتشوفها اللي هي متنفس دابا حديقه للاطفال والوليدات والنساء والرجال اللي متنفس بالنسبه لهم. راه كانت تما زباله تما قداش وراه راه كانت زباله راه دوك الناس ما كانتش كدار لهم النظافه راه كانت المقر ديالهم هو الزباله كانت انفاس مع ثانويه مزباله كبرى تما. اذا ولله الحمد المركز تم القضاء على جميع النقاط السوداء المركز. وماذا عن جماعة انا جيك انا جيك انا جيك انا جيك يا اخي انا كنقول لك زعما المركز وكيفاش كان المركز زعما هو الوجه هو الوجه هو النموذج هو اللي خاصو المثل اللي يحتذى به كيفاش كان ما تذكر المشكله لا ما دابا الحمد لله راه انت كي كدير فيها النظافه يوميا راه الحي المهمدي راه لما كدار تقريبا شبه يوميا بالاضافه للعامل اللي موجود مرابط دائما امام الحاويات اللي كاينه بعد ما كيتم رفقتي هذه الاجوبه ديالك بعدد العاملين في قطاع النظافه في هذه الاحياء هذه والشاحنات شحال العدد ديالهم اذا كان ممكن. مرحبا مرحبا. اذا خلينا نكمل لك بعدا ورجع معك الربط. اذا كما شرنا انه بعد ما ضافوا مجموعه ديال المجموعات السكنيه ولله الحمد استطعنا ان نديروا برنامج اللي متكامل اللي ما غنقولوا وصلنا لحد الدرجه ديال 80% ديال النظافه ما نقولوش 100% ولكن غنقولوا 80% النظافه ديال الاحياء ديال جماعه بني خلف. اذا بالنسبه للنقاط بالنسبه لبعض النقاط السوداء اللي كاينه مثلا في بعض الاماكن اللي قليله اللي اللي كتسبنا ماشي مش كيسبونا مشكل الناس غالبا اللي خارجين على تراب جماعه بني خلف كيكونوا الحاويات بجوانب الطرق هذه باب كيستغلوه مجموعه اللي كيرميو لنا الازبال. من هذا المنبر كنوجه نداء لهاد الناس هادو على الاقل احترموا بلاصه الحاويات ويخويو في الحاويات لانه خلق لنا مشكل كبير. من بين النقاط غنذكرها مثلا الحاويه الكبيره المتواجده في الطريق الرابطه بين الطريق الوطني رقم 1 و طريق ديال جمعه فضارات. اذا جيت الصكا كاين تما احد الفيراج كاين حاويه كبيره دائما الشاحنات كيجيو في غفله من طبيعه الحال من الناس كيخويو. هنا كنوجه نداء لهاد الناس وتم الناس اللي مثلا ما كيلتزموش باش يحطوا القمامه ديالهم في الحاويات كنطلب منهم باش يحطوها في الاماكن المخصصه لها. اذا لا تكلمنا مثلا لا الا تكلمنا مثلا على الشاحنات بالنسبه للحاويات الكبار ديال 8 متر كيب هناك حاليا شاحنه وحده اللي كاينه ولكن هذه الشاحنه كتخدم جوج افواج جوج شيفورات الشيفور كيبدا من الصباح حتى الجوج ثلاثه كيدير عدد وكيشتغل سائق اخر اللي كيبدا من 12 الليل حتى ل6 الصباح ولا 7 الصباح. اذا هذا خلق مشكل شويه على الشاحنه من طبيعه الحال يمكنش تستمر كثير ولكن المجلس عنده برنامج ديالو عنده توجه ديالو عنده برنامج اللي يساير به. هناك سي الرئيس هناك دق على الهاتف وكيلومونا على عدم الاجابه على المكالمات ديالهم ناخذوا المكالمه. السلام عليكم. تفضل. هذا الرئيس معك مباشرة. الله يبارك فيك. بارك الله فيك استاذ. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يحفظك. نشكركم على المجهودات وبغيت نسولك شي اسئله باختصار. هي المشكل ديال الحمام والمشكل عندنا ديال دار المواطنين اللي خاصها تفتح في وجه المشرع المدني باش الانشطه ديالها في الوقت. وعندنا مشكل اخر ديال التنقل النقل على التاكسيات ما كيدخلوش عندنا تما الحي المحمدي الطوبيسات لا علاقه زعما كاين واحد الحاله كارثي عنده وكيعانيو من برنامج عندنا مشكل ديال التزويد السوسيه ديال الحي المحمدي بحال ديال الكهرباء كما كنعرفوا بانه اكثر من 70% ديال الساكنه مع السكنات وغير نعرفوا المشكل فين وصل. وعندنا المشكل ديال الكهرباء I don't know.
إجابة على هذا السؤال هذا. إذن كيما نفس داكشي اللي قلتي كيما شرط أنه كيما قلت لك أنه معاناة كبيرة كانوا كيعيشوها الناس الحي المحمدي. حنا ما نقولوش مثلا فرعنا نقضيو على جميع مشاكل الحي المحمدي، ولكن المشاكل الكبيرة للحي المحمدي ولله الحمد توفقنا، والأساس هو البنية التحتية للحي المحمدي، أنها غدا كلها كتعود، يعني بحال قلتي تجزئة جديدة اللي كتصاوب الحي المحمدي. فعلا كاين بعض المرافق اللي شار بعض الإخوان، ولكن مثلا شار هو شار الأخ المتسائل فكري مصطفى على مشكل الحمام. مشكل الحمام باش نشرحوه ونفتحوا يفهموه الإخوان كلهم، المشكل الحمام هو أنه هذا حمام كان ديال الشركة ديال العمران، فعلا شراها حد شراها السيد، حاليا ما بغاش يبنيه، ماشي إدارة هم هي غضت عليه، هذا شي حاجة بالنسبة لي خاصة. حاولنا أننا نتعاونوا معه، سهلنا مع المسطرة، خدا الترخيص ديالو، خدا البلان ديالو، ولكن لحد الساعة بقي ما بغاش يبني. ولكن هذا ما كيمناش أنه رغم هنا وقفنا هنا، وإنما لا شرطي للحمام. أنا بالنسبة لي هنا في التجزئة المجاورة ما كاينش حمام واحد، كاين مثلا في اليونيتي آن كاين حمام وفور واحد، وكاين في اليونيتي جوج الوحدة الثانية كاين حمام وفور، كاين في الوحدة الثالثة طبيعة الحال هو حمام وفور، وكاين في الرابعة حمام وفور، وكاين حتى في الخامسة حمام، يعني الواحدة كلهم خمسة ديال الأشطار اللي كاينين في تجزئة العمران كلهم فيهم حمام وفور. إذا وضحت الفكرة ديالك، حتى السؤال من طرف هناك ضغط صراحة على الهاتف من طرف المواطنين. السلام عليكم، السمية ديالك؟ المداخلة ديالك؟ السمية ديالك السمية؟ تفضل يلا تابع. صافي هذا المشكل اللي عندك. مرحبا ماشي مشكل. ناخذ سؤال اخر باش تفضل. الو السلام عليكم. السميه ديالك إذن أشنو السؤال اللي غادي توجه للرئيس رفيق؟ السؤال اللي غادي توجه للرئيس هو شنو المصير ديال المشاهدين؟ ألو؟ تفضل. لمدة 36 عام هو كاين في البلاصة هذه، يعني ديما الوعود عند السيد الرئيس في أيام الانتخابات كيجي أنا وبراكة كنوعدكم بالله غتحولوا هذه وهذه، ولكن مازال لحد الان ما شفت. اذا جاوب على هناك ضغط على الهاتف، نعتذر للمشاهدين انهم يوقفوا المكالمات ديالهم ولو واحد 8 دقائق بما جاوب الرئيس على هذه الاسئله. وغادي نمر هناك تعليقات حول الفتح واحد والفتح جوج، ان شاء الله غادي نعطي واحد الحيز مهم في هذا البرنامج هذا. اذا الاجابه مرحبا. اذا نحن غنواكبوا بطبيعه الحال لا التساؤلات ديالك ولا التساؤلات ديال السكان ولا ساكن الجامعه بني خلف ولا اي واحد بغى يطالع على شي موضوع من المواضيع. اذا دائما هنا قلنا بدي غنجاوب داك الشيء اللي كاين، لا نستعمل لغات الخشب، غنرد على اخر متدخل اللي هو دوار الملعب. لم يسبق لي ان قلت لاي واحد من هاد الدوار هذا انه غادي نحولك دابا ولا غدا ولا بعد غدا، هذا كلام كسبقش لي قلتو لشي واحد، سواء في انتخابات او غير انتخابات. فعلا عندي تواصل مستمر مع مجموعه ديال السكان ديال الملعب، كنشرحوا ليهم الوضعيه ديالهم، كنقولوا ليهم اودي المشكل اللي كاين في الملعب وماشي في الملعب، دابا ولا مشكل السكن على صعيد جهه الدار البيضاء الكبرى. اذا القرار اللي كيتخاض على جهه الدار البيضاء الكبرى. اذا بالنسبه للاراضي الخواص فيهم وجهه نظر وفيهم نقاش. اذا التوجه اللي كاين دابا كله بالنسبه للسكن هو انه كيتجه لمن الاراضي التابعه للدوله. اذا اراضي تابعه للدوله علاش، والاراضي الخواص هناك مسطره مغايره
الطريقه ديال الاراضي الدوله. بالنسبه للخواص انه يطلب من صاحب العقار ولا صاحب الارض المتواجد عليه الدوار انه يكون شريك في العمليه. كيف الشريك؟ باش نشرحوا ونوضحوا سواء المتسائل او المتتبع او جميع ساكنه جامعه بني خلف، انه التوجه النقاش اللي كاين دابا هو انه تيقول لك اودي انا في حاله ما اذا حولت هذا الدوار من هنا وديته استافد في بقعه ولا في تجزئه، اما من هو المستفيد؟ المستفيد هو داك السيد مول الارض طبيعه الحال، كتخوى ليه الارض ديالو وكيولي هو المستفيد. لا كان هذا السيد وهذا مول الارض مستعد انه يدخل بشراكه فالباب مفتوح، يتقدم هذا السيد ولا هاد الناس اللي مستعدين يجيو يساهم طبيعه الحال مع السكان، هو غيكون غيستافد انه غتخوى الارض ديالو غادي يربحها، وداك ساكن ديال الدوار حتى هو كيستافد. وفعلا هناك عمليه اللي ان شاء الله غتكون في القريب العاجل، تم التواصل ديالنا مع حد السيد انه صاحب ارض اللي فوق منها احد الدوار، انه تواصلنا معه والسيد انه مستعد يجي، مستعد يجي ويساهم مساهمه ديالو من طبيعه الحال، هو غادي يفك المشكل الارض ديالو ويجزئها ولا يصوبها ولا يبيعها كيف بغى، وذاك الساكن ديال داك الدوار حتى هو غادي يستافد. اذا هذا هو الفرق بين الاراضي التابعه للدوله والاراضي التابعه للخواص. ملي كنخوي دوار تابع ارض ديالو تابع للدوله، انا كتبقى الارض خاويه للدوله تستغلها وتبرمجها التوجه في الخصائص اللي كاين. اما تيكون ملك خاص ما يمكنش تخوي منه دوار، هذا هو النقاش اللي كاين دابا، ما يمكنش تخوي منه دوار باش داك السيد مولك الارض غيستافد غير هو. بالنسبه للتساؤل اللي سبق منه ديال الاخ ايوب، مشكل الماء بدوار الحاجه، ما كاينش غير دوار الحاجه، كاينه مجموعه ديال الناس اللي ما وصلهمش الماء في دوار الحاجه، لانهم مؤخرا بعد ما كانت العمليه ديال الماء فواحد السنه معينه حاليا جاو سكنوا مورا العمليه، يعني ماشي هو كان من السكان الاصليين، وانما كان ساكن من بعد العمليه. من طبيعه الحال انه عندنا برنامج في هذا الباب هذا، على اساس انه حطيناه في برنامج عمل الجماعه ديالنا. نعم. ان شاء الله. نعم. واللي غادي نطمحوا ليه وغنكونوا اول عمل ان شاء الله غادي نبداو به باذن الله في برنامج العمل الجماعه ان شاء الله في هذه السنه ان شاء الله طبيعه الحال مع الشركاء ديالنا اللي غتبدا، هو هذا المشكل ان شاء الله الكبير اللي كاين ديالنا، هو ديال الماء وديال الصرف الصحي في هاد الدواور اللي كتعاني كلها هاد الصرف الصحي. لان ذكرنا ماشي غير دوار الحاجه، مجموعه ديال الدواوير انها كتعاني مشكل الصرف الصحي، دوار الحاجه، دوار خدوش، دوار الهاشمي، دوار الخصومي، دوار الخموله، دوار برغوت، دوار مهيرشاد، دوار السباعي، دوار الروس، دوار كلهم هادو دواوير، بعد الدواوير اللي ما ذكرتش، هادو كلهم دواوير اما كيكون فيها نقص انه بعض الناس ما عندهمش الماء، واما المشكل الكبير اللي كاين هو ديال الصرف الصحي. اذا بحال الفكره ديالك ناخذ هذه المكالمه هاتفيه. السلام عليكم. الحمد لله. السميه ديالك؟ العربي. السؤال ديالك الرئيس رفيق سعيد، تفضل. ورئيس جامعة موابد بيخلص وعنده مواصفات جميلة بالنسبة للناس حياء ديالو بالنسبة لي أنا بعلي رجل طيب، وكاين عنده بعض أداء ونشكره في سعيد على المواصفات محمد يقريس، ونشكره في شكر كان لإستضافة الأخ في سعيد. أنا نهار كبير هذا وعندنا طموح كبير أني أتمنى في سعيد تستضف الناس. عنده واحد طلب لي بأن واحد طلب الله يجزيه خير، هو ديك التراك ديال الاخ الكريم. عاود السؤال. طريق بالنسبه للطريق سيدي عباد اللي كاين بين سيدي عباد هو بين سيدي عباد الروبا ديال عين تكي، كاين بعض المشاكل تما بزاف كنعانيو منها بالنسبه للطريق. نعم. كنشكرو السيد عباد. مرحبا اخي الكريم. مرحبا. مرحبا اخي الكريم. مرحبا اخي الكريم.
السؤال واضح، السؤال واضح. مرحبا مرحبا. اذا كما قلت وكما تكلمت باش نجاوب المتسائل الاخير في هذا الباب هذا، انه كان عندنا تركيز كبير على اساس انه المحاور الرئيسيه ديال جماعه بني خلف تكون في حله مناسبه ولتروق وتكون في احسن مستوى. اذا ولله الحمد بعد الشراكه ديالنا مع جهيز اللي كانت فاعله في هذا الباب هذا ومع جهه الدار البيضاء الكبرى، انه حاليا طريق الوطني رقم 313 الرابطه بين طريق السيار وطريق الوطني رقم 1، ان الشركه اخذت الصفقه ديالها، انه فقط ننتظر فقط البنيه التحتيه اللي كاين، قنوات ديال الصرف الصحي ولا الاناره العموميه ولا بعض الاغراس اللي غتحيط، ومن بعد غتنطلق ان شاء الله العمليه ديال الطريق هذه. بالنسبه للطريق اللي شار الاخ الكريم، الرابطه بين طريق السيار ومدار طريق وطنيه رقم 1 طريق الوطنيه رقم 1، فلله الحمد حاليا غاد في التوجه على اساس انه الغلاف المالي ديالها متوفر. كنكرر ونعيد ان الغلاف المالي موجود ومتوفر، وهو انه مبلغ مهم لفوق 50 مليون درهم، على اساس انها تكون التثنيه ديال الطريق بمواصفات طبيعه الحال تشرف الساكنه، مع التوسعه ولا اضافه قنطره اخرى نظرا للمعاناه الكبيره اللي كيعيشوها هاد الناس هادو والضغط الكبير اللي كتعاني. اذا نبشر الجميع ان الغلاف المالي ولله الحمد متوفر. المشكل في كين هو انه كاين بعض الاجراءات من طبيعه الحال، لانه غتكون توسعه، ملي كتكون توسعه كتدخل في عقارات مجاوره، اذا كتكون نزل الملكيه. اذا اول حاجه دابا حاليا غادي نبداو اول عمليه هو انه مقرر ديال نزل الملكيه ديال الاراضي المجاوره، ومن بعد غتتم غدا ان شاء الله مرحله مرحله، وكنقول ان شاء الله وكنبشر الساكنه من طبيعه الحال ان هذا الطريق من الاولويات ديالنا، من الاولويات ديالنا. وحتى المشكل اللي كاين دابا حنا كنعرفوا ان طريق مهترئه، اصبح الطريق غير صالحه، هذا كله انا متفق، ولكن الاهم حاجه هو ان الغلاف المالي اصبح الحمد لله متوفر حاليا. اذا فقط الاجراءات والمخاطر، من طبيعه الحال كاين شويه الوقت، ولكن ولله الحمد الامور على ما يرام ان شاء الله. السلام عليكم. السميه ديالك رضوان. اعطينا شنو هو السؤال ديالكم للسيد الرئيس؟ الطريق ديال مالها الطريق هذه؟ الطريق ديال بيني مريض كلها. واش ما عندنا واش الجماعه كيفاش ما كتشوفش الطريق ولا شنو؟ اش من طريق بيني مريض؟ اعطينا بالضبط اش من الطريق اللي كاين في بيني مريض؟ اش من اتجاه؟ مالها الطريق مالها ما بالضبط شنو اللي خاصها؟ هادشي اللي كيقول الرئيس. مالها الطريق؟ خاصها تصلح. سؤال واضح. اذا تفضل الطريق شنو هي اخرى؟ المهم سيرة الرئيس راه غادي يجاوبك ان شاء الله، راه غادي يجاوبك. الو السلام عليكم. السميه ديالك؟ اييه. شكون معنا؟ تفضل سي هشام، تفضل المداخله ديالك باحتضار. عاود هذا السؤال. الله يحفظك.
عرفتي هاد الطريق بين شارع فرنسا؟ علاش بالضبط بين شارع فرنسا وشنو اخر؟ سميتها الثانوية. واش الطريق واش الطريق؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا بخير لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا اخي الكريم. واش الطريق كدوي عليها؟ الله يبارك فيك. مرحبا 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 مرحبا. واش بين بين الفيلات والبلوك؟ الله يعاونك الله يعاونك غنشوف. الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك الله يعاونك غنشوف غنشوف. اذا كاين جوج اسئله نكتفي بهم. نكتفي المشاهدين نكتفي بهذه الاسئله هذه ديال هذه اللحظه هذه على امل انكم تعاودوا تعيطوا لنا هنا واحد 5 دقائق. تفضل السيد الرئيس. اذا مرحبا بالنسبه للاخ الكريم المتسائل على الطريق الرابطه بين الطريق الوطني رقم 1 والطريق اللي طابع لجامعة فدارات. الطريق الحمد لله كنعرفوها في حالة جيدة في حالة جيدة. كاين مشكل واحد هو في ذاك المنعرج اللي كاين جيت بالضبط جيت ساكت رجلي. هذاك منعرج فعلا خطير. حنا راسلنا في الباب ونبهنا الإخوان ديال الجيز لأن الطريق تابع للجيز ما حقناش حنا كجماعة نحطوا فيها الضدانات. من طبيعة الحال حنا راسلنا وتكلمنا مع ناس ديال الجيز على اساس انهم يحطوا فيها دوك المطبات من اجل تخفيض السرعه. ما دون ذلك فالطريق في مستوى جيد. بالنسبه للدخله اللي شار الاخ ديال 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 التعاونيه وديال الحجبه فعلا كان شي اخ من الاخوان انه دار شي مطبات واطرات. انا اتصلنا مع الاخوان على اساس انه غادي يفك غيتم حل المشكل في قريب العاجل ان شاء الله. بالنسبه للمتسائل الثاني الطريق الرابطة بين شارع فرنسا والثانوية ما بين الفيلات والبلوك فعلا حنا عندنا برنامج ديالنا اللي في القريب العاجل ان شاء الله غادي ننفذوه. من طبيعة الحال انه حطينا حتى هي الطريق هذه بين الاولويات. حنا حاليا بصدد صفقة ديال البلوك الحسن الثاني على اساس انه غادي يكون بلوك لان تقريبا هو البلاصه تقريبا المنطقه اللي بقات في مركز بني خلف بقات ما دارش لها كما دار مجموعه احياء اخرين بالبافي. ان شاء الله احنا بصدد برمجه ديال هذه الصفقه هذه في القريب العاجل. فدفتر تحملت ان يعد في القريب العاجل ان شاء الله غتبدا هذه العمليه ديال هذا البلوك هذا حتى هو بطبيعه الحال لانه هو في مركز بني خلف وتا هو ساكن بني خلف وميل الاولويات ديالنا ان شاء الله. اذا بموازاه هذا البافي اللي غادي يكون في هذا البلوك الحسن الثاني اللي كما شرط انه الصفقه تعد حاليا وفي القريب العاجل غنعلنوا عليها ان شاء الله. هناك ديك الطريق ما بين البلوك ودوك الفيلات من طبيعه الحال هذيك هي عندنا ليها رؤيه على اساس انها غتكون طريق اللي غتشد من شارع فرنسا. الناس اللي كيهبطوا البيتي بيتي بيتي ام كاب دوزي واليونس دارنا رياض اللويزيه مجموعه ديال الاحياء اللي ما يبقاش يدوز مثلا وسط السونتر غادي يهبط غادي ياخذ طريق نيشان ويهبط للاحياء بلا ما يبقاو اقتضاد اللي غيكون امام المسجد وشي الجماعه وسط البلوك الحسن الثاني. هذوك الناس غيوليو يدخلوا معها الطريق ان شاء الله ويخرجوا معها. عندنا ليها برنامج ان شاء الله وفي القريب العاجل ان شاء الله غادي نفك المشكل ديالك. اذا وتحط الاجوبه ديالك غادي قبل ما نمشيو للفتح واحد والفتح جوج غادي نمشيو لواحد الملف اللي هو مهم ملف الصحه. كما كتعرف سيده الرئيس ان المستوصف الحضر المستوصف ديال الصحه اللي كاين في نيفلك ما كيلبيش الحاجيات ديال المواطنين. وكما كتعرف هناك عدم تفعيل المركزين الصحيين في الفتح واحد والفتح جوج. وضح للساكنه ديال جماعه بني خلف علاش ما تمش الفتح ديالهم مع العلم انهم تكتملوا تقريبا منذ شهور عده. اذا قبل ما نمشي معك المشكل الصحه رجع معك النقطه اللي شرتي ليها المشكل النظافه. ومشكل النقطه اللي كانت فيها نقاش وكان فيها بعض الكلام
أنه حول الشركة اللي من أجل تدبير النظافة. إذا السيد العامر ربما كان طالبكم بها بأنكم تفعلوا. إذا هذه فعلا هذه النقطة وردت علينا من السلطة الإقليمية على أساس أنه غتكون مجموعة جماعات. فعلا نظرا للمعاناة اللي كان عليهم مع النظافة، أنا بشخصي بصفتي أنا كرئيس وكنعرف المعاناة ديالها والإكراهات ديالها والمشاكل ديالها. نعم. رغم أنه عندك أحد الأسطول لا بأس به، وعندك توجه أنه عندنا في القريب العاجل كنبشروا حتى الساكنه ديال بني مغيث اللي ما كيدارش ليها النظافة دار بدار، فهي في القريب العاجل حتى هي غتكون مجموعة أحياء اللي في بني مغيث حتى هي غدار ليها كما كنديروا في المركز. نعم. حنا كنرجعوا لديك السياسة اللي كانت قديمة، النظافة باب باب كما دايرين في المركز. هذا التوجه في قريب، لا في قريب إن شاء الله جايين عندنا ثلاث أسطول ديال الشاحنات، ثلاث شاحنات ديال النظافة اللي غادي يكونوا عندنا إن شاء الله، وغنمشيو بهذا التوجه في دوك النقط الضعف اللي كاينين اللي ما كنديروهمش باب باب. إذا الشاحنات في مجلس العمالة ولا منين؟ هاد الشاحنات هذو من ميزانية جماعة بني يخلف. من ميزانية؟ من ميزانية جماعة، ثلاث شاحنات اللي غيكونوا في القريب العاجل إن شاء الله، اللي غادي يكونوا من ميزانية جماعة بني خلف اللي غنواكبوا بهم طبيعة الحال وغنطوروا بهم الأسطول. إذا كما شرتي أنه أنا كعرف أنه إكراه كبير للنظافة، كنعاني مع النظافة، فعلا أنا حبت فكرة أنه نمشي في مجموعة الجماعات، ولكن الإخوان كان عندهم رأي آخر، نقاش آخر. غنخلي الكلمة الأخ أحمد حيمر كان بين قبل ما غادي نعطي الكلمة للسي أحمد حيمر، السيد حيمر أحمد هو عضو جماعي، واحد السؤال كيردو بزاف معلق سيمو محمد عماد، وطبعا متعلق بالنظافة. للأسف القوارص اللي كديروا صغار خاصهم يديروا ديال واحد أمتر. أش يقصد بالقوادس؟ النظافة والقوادس؟ ما واضحش السؤال ديالك. كما كيقول الرئيس القوادس كيقول اللي كديروا ديال أمتر خاصك تديروا اللي يكونوا شوية كبار. إذا ما فهمتش السؤال. احنا كنتكلموا عن النظافة، هذا كيتكلم على القوادس. صرف ربما واش يقصد الصرف الصحي؟ المطر راه ماشي قادوس، راه ماشي سهل داك الشيء، ماشي عنده معايير ديالو على حساب عدد السكان وناس مختصين في هذا الباب، هذا هما اللي يقدروا يجاوبوا في هذا الباب هذا. انا ماشي التخصص ديالي انا. اذا غادي نعطيو الميكروفون للسي الحيمر احمد، وهو عضو جماعي في جماعه بني خلف، اللي غادي يحدثنا على الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين. شكرا سي خالد، ومرحبا بك معنا هنا في الجماعة ديال بني خلف. فيما يخص الموضوع ديال النظافة، السيد الرئيس تكلم بما فيه الكفاية على المشكل ديال النظافة وقطاع ديال النظافة. معلوم للجميع بأن النظافة قطاع مهم وكيهم الجميع ديال الساكنة، وكيهم المنتخبين ومجلس سواء بأغلبية ومعارضة ديالهم. كيف ما وضح السيد الرئيس بأن الاستراتيجية ديال المجلس غادة في تقوية الأسطول ديال النظافة من أجل أنه نوصلوا للتغطية شاملة لجميع التراب ديال الجماعة ديال بني خلف. صحيح أنه مازال ما وصلناش للنسبة اللي خاصت ترضي الساكنة جمعاء مش المسألة ديال النظافة، ولكن كاينة مجهودات ومجهودات كبيرة بالمساهمة ديال الموظفين والعرضيين المشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها في جمع النفايات المنزلية والنفايات المشابهة. طرحات الإشكالية ديال هذا الاتفاق، مشروع لهذه الاتفاقية. أولا أنا بغيت نوضح واحد المسألة ونديروا تأصيل لهذا، لأن ماشي الكلام جا في الكلام ديالكم بأنه إحداث شركة تدبير المفوض. الاتفاقية جات، هذا المشروع الاتفاقية جاء لإحداث مؤسسة للتعاون. هذه المؤسسة هي اللي غادا تدير دفتر تحملات، وغادا يكون دير البرنامج، تولي جماعة
جماعة مستقلة. جماعة داخل جماعة ربما. لا جماعة كجماعة مستقلة. القانون كينص على هذا الشيء. هذا ممكن تكون جماعة إحداث مجموعة بحال اللي درنا المجموعة الجماعات من أجل البيئة والتضامن. نعم. اللي خاصة بتدبير المطرح المراقب. نعم. على هذه الشكلة غتكون يتم إحداث مؤسسة. هذه المؤسسة يكون عندها مجلس منتخب. يكونوا جا في الاتفاقية بأنه غيكونوا الرؤساء ممثلين بصفة مباشرة ويتم انتخاب منتدبين على حسب عدد السكان. هذه المؤسسة هي اللي غادي تدير التدبير المفوض. ماشي المجلس اللي هو اللي غيدير التدبير المفوض. هما اللي غادي يقوموا بالمسألة هذه. يعني بحال غادي تدير اختصاص. اختصاص ديال المجلس. نعم. غتعطيه المؤسسة أخرى. نعم. هذا الاختصاص يتنقل المؤسسة أخرى هي اللي غتسهر على هذا التدبير المفوض. نعم. هي هذا تكون بحال مثلا حنايا في مجموعة الجماعات المحلية من أجل التنمية والتضامن. أشنو كدير هذه المجموعة؟ عاكتش الفلوس من عند الجماعات. نعم. اللي هي ممثلة في المجموعة وكتخلص بها الشركة ديال اللي كدير التدبير ديال المطرح المراقب. نعم. نفس العملية. نحن نرى بأن العملية ديال إحداث هذه المؤسسة لا يصب في مصلحة الجماعة. لماذا لا يصب في مصلحة الجماعة؟ لأنه من ناحية المالية غيكلف الجماعة. نعم. واحد المبلغ اللي هو كبير شوية. نعم. يوصل تقريبا على حساب الكمية المفرغة ولا مشاو بعدد السكان ديال الجماعة غادي تخلص الجماعة في التدبير المفوض. بالنسبة حنايا درنا الدراسة وصلت لواحد 500 مليون. نعم. تقريبا احنا مشينا في الدورات السابقة بأنه المجلس يدير التدبير المباشر. نعم. القطاع ديال النظافة وبأقل من هاد التكلفة هذه. نعم. لأنه حنا الميزانية ديال الجماعة معروفة كدير في أحسن الظروف 1 مليار و100 مليون في السنة. 75% ديال الميزانية كيدوها على الموظفين. ما كيبقاش لك باش غادي دير المسائل الأخرى. نعم. يعني باش تمشي في التدبير المفوض هاد المسألة الطرحات للمجلس ورفضناها لان ماشي رفضنا من اجل الرفض ولان حنا بغينا نبقاو شادين النظافه وحنا نديروا لها التدبير ولكن الامكانيات الماليه لا تسمح. هذا هو العائق الاساسي اللي خلانا ما نمشيوش. حاتك الفكره ديالك كنشكروك وغادي نعاودو نرجعو ليك نعاودو نرجعو سيد الرئيس ونتكلموا في ملف الصحة والمركزين الصحيين اللذان ما زالا مغلقين. لماذا؟ هذا ديروا قدامها حتى هو المدير المباشر. مزيان قرب تفضل سيد الرئيس ملف الصحة. إذا ملف الصحة فتح واحد فتح جوج. ملف الصحة كنعرفوا هادو ملفات وهادو قطاعات حيوية قطاعات اللي خص تقدم خدمات اللي تكون في المستوى. نعم. سواء بالنسبة للصحة أو بالنسبة للتعليم لكن مع كامل الأسف قطاع الصحة يعاني ماشي بن يخلف يعاني في ربوع المملكة. احنا كنعرفوا الإمكانيات المرصودة والطلبات الكبيرة على هذه المشكلة. إذن هذه بصفة عامة. بالنسبة التعيين جديد للوزير يعني هناك واحد المرحلة انتقال. نتمنى أن يكون إن شاء الله هذا الوزير فعل خير للصحة في المغرب. نتمنى يكون فعل خير إن شاء الله. ما إحنا كنعرفوا المشاكل الصحة ودائما مشكل كما يقال أن ميزانيات لا تكفي لسد الحاجيات والخصائص الكبير. سواء في الموظفين او في الاليات بالنسبه ل اذن هناك معاناه. بالنسبه للجماعات بن يخلف هناك كان توجه على اساس انه تكون شريك. احنا كنعرفوا انه الصحه طبيعه الحال اختصاص
وزارة الصحة. ولكن احنا كجماعة بن خلف نحاول أن نكون دائما شركاء فعالين في هذا الباب وتقديم يد المساعدة قدر الإمكان. عندنا طبيعة الحال عندنا برنامج ديالنا بالنسبة احنا بالنسبة للصحة نستعمل اليد أنه ديال جوج سيارات الإسعاف يوميا الدار البيضاء الرباط جوج سيارات وكيستعملوا حاليا مجانا لساكنة جماعة بن خلف جوج سيارات وبصدد اتفاقيات شراكة على أساس أنه غادي يكونوا في القريب العاجل سيارة في القريب العاجل غتكون في أقرب وقت ممكن والسيارة الأخرى غتكون بعد إن شاء الله على أساس أنه طبيعة الحال نحن دائما نبحث عن شراكات عندنا شركاء ديالنا سواء مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سواء مجلس العمالة سواء جهة الدار البيضاء الكبرى سواء المديرية العامة للجماعات المحلية. إذا دائما نبحث عن شراكات. هذا نقطة هذا ليس ضعفا هذا نقطة قوة بالنسبة لهذا المجلس الحالي لأنه لو اعتمدنا على الإمكانيات الذاتية للجماعة لوقعنا كما وقع الناس السابقين والمجالس السابقة ماشي غير في بن خلف وإنما في جميع الأقاليم المملكة. إذن أهم شيء بالنسبة لنا ونفتخر به هم هذه الشراكات اللي كنبرموها واللي عطات الأكل ديالها ولله الحمد. إذن شوية كما صرت قبيلة أنه شوية من الجماعة شوية من جهة أخرى في إطار المبادرة جهة عمل خر عمل ليست عمالة عمل خر مع مجلس جهات الدار البيضاء الكبرى عمل خر مع المديرية العامة للجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية. إذا بهكا كنكونوا كنكملوا العمل ديالنا وهكذا كنكونوا كنحاولوا نلبيو أغلب المطالب. لو اعتمدنا حاليا أنا أعطيك مثال بسيط لو اعتمدنا على الميزانية الحالية هي تقريبا حوالي تعادل 12 مليون درهم بنسبة السكان تفوق 70,000 نسمة ماذا عساك أن تفعل بهذه الميزانية لوحدها وأنك عارف أنه جماعة بن خلف مدينة متوسطة الحجم لا زالت هناك إكراهات كبيرة متطلبات كثيرة في جماعة بن خلف لو استغنى. إذا نحن نحاول نستغل جميع القطاعات ولا جميع الإمكانيات المتاحة سواء مشاركات سواء بإمكانيات ديال الجماعة ولا مع الشركات. إذا بهكذا كنكونوا كنلبيو وكنحاولوا نلبيو جميع المطالب طبيعة الحال في حدود الإمكانيات طبيعة الحال. إذا بالنسبة هناك شراكة بالنسبة للمستوصف الصحي اللي كاين في عين تكي لأنه ولات ساكنة كبيرة في عين تكي وحنا كنعرفوا الإقبال اللي كاين تما كبير على أن تعاد مستوصف صحي جديد. إذا بالنسبة للمشكل الحي الفتح واحد والفتح جوج كان هناك تواصل مع الساكنة على أساس أنه المشكل اللي كان أنا دائما كنتكلم على الفتح جوج فتح واحد هذا المستوصف كان خصو يكون موجود وجاهز وفيه الأطر وفيه الآليات وفيه جميع قبل ما يبداو يسكنوا الناس طبعا الحال لأن هذه المرافق الأساسية والحيوية اللي خص تكون فالتجزئات كبار فعلا هذا خصص أنه مؤخرا أنه كان في لقاء ديالي مع جمعيات المجتمع المدني أنه تكلموا أنه في تواصلهم أنه طلبوا مني أنه يكون الموظفين تخلصوا من الجماعة. هذا طلب ديال السيد المندوب هذا كلام لا يقل ليست لدينا الإمكانيات المادية في الباب هذا الجماعة يمكن شيء تخلص الموظفين بس يمشيوا هذا المستوصف الصحي هذا كلام غير مثل مدية غير معقول. ولا أنا جيت الجماعة بن خلف نقدر نقول مستحيل واش جماعة الإمكانية ديالها تتخلص موظفين ديال وزارة الصحة باش احنا مستعدين شراكات بطبيعة الحال في حدود الإمكانيات المتاحة الميزانية بطبيعة الحال. الرئيس ينفذ ميزانية وينفذ مقررات المجلس المتاحة له للصرف يمكنش لنا كجماعة نتحملوا ما هو أكثر من الطاقة ديال الجماعة. إذن بخصوص الفتح واحد والفتح جوج طبعا أم المشاكل وهي القنطرة ذلك المعبر الذي كثر عنه الحديث
ما هي الخطه ديالكم بالنسبه لهذه القنطره هذه؟ شكون اللي مسؤول عليها؟ واش الجماعه ديال المحمديه ولا الجماعه ديال المخلف ولا العماله ولا شكون؟ اولا وزاره النقل والتجهيز. انا لا احمل اي احد المسؤوليه، فقط اوضح واتكلم من موقعي. نعم. انا كنقول ودي من غير المعقول انه تكون ساكنه كبيره لانه تقريبا ساكنه راه تقريبا شحال النسبه ديالها؟ ما يزيد ما رقم في تزايد طبيعي، رقم في تزايد مستمر، لانه التجزئه راه تفوق ال 100 هكتار، لانه كاين الفتح واحد وكاين الفتح جوج، راه التجزئه كبيره وغتستقبل ساكنه كبيره، بالاضافه للتجمعات السكنيه، المجموعات السكنيه اللي كاينين، كاين مجموعه ديال السكان، بالاضافه للفتح واحد والفتح جوج، هناك تجمعات سكنيه كبيره اللي كاين فيها 2000 ابارتمون، وكاين اللي فيها 3000، وكاين اللي فيها تقدر تفوت هادشي اللي تفوت هاد العدد، اذا الساكنه غتكون كبيره. اذا هاد القنطره حاليا اللي كاينه الرابطه بين هي اللي كنسميها بالنسبه لنا حنا قنطره، اما هادوك اللي كاينين دابا واللي كيسلكوهم الناس حاليا، هادوك فقط حسب المعلومات اللي عندي ان فقط كانوا خراجات ديال الماء، هادوك كانوا تيخرجوا الماء، وحاليا يستغلوا في المرات لا كانوا فقط ملي كيكون مشكل في الطروط ولا مشكل الماء كيخرجوا الماء وكيفكوا المشكل اللي كان شي. اذا شنو هي الجهود ديالكم انت كرئيس؟ بطبيعه الحال حنا حاولنا نتواصلوا مع جميع الشركاء، وبطبيعه الحال انه كان لقاءات متسلسله في هذا الباب، هذا لقاءات عديده، انه غتكون قنطره رابطه بين شارع تادلة والفتح واحد الفتح جوج والفتح واحد، اذا غتكون قنطره على اساس انه في قريب العاجل. المشكل الاخر ديال الفتح ديال الطريق القنطره اللي كاينه حاليا سيدي عباد، انها ستكون قنطره في القريب العاجل، هذه كما اشرت قبيله انه الميزانيه ديالها متوفره، فقط الاجراءات المسطريه اللي غتواكبها باش تخرج للوجود، اللي حتى هي غتساهم كبير على الاقل فك المشكل الاكتضاد اللي كاين دابا في الطريق هذا، لانه مشاريع كثيره، لان كما شرنا انه في البدر راه 120 قطار، شرنا المشروع واحد ديال الزيتون راه حوالي 4000 شقه، الا مشينا للديار العالي راه حوالي 1800 شقه، بالاضافه للمشاريع اللي قريبه تخرج للوجود تيف. اذا نمشيو لبعض التعليق. عبد الله كيقول سؤال السيد الرئيس عن شبكه التطهير السائل في دوار الخصومي وباقي الدواوير، ما موضحش مالها. هناك مولاي رضا كيقول احسن رئيس في جامعه بني خلف ما كيسرقش القبيله. اذا السؤال حول شبكه التطهير السائل، واش فهمتي هذا السؤال هذا؟ طبيعه الحال سؤال واضح، سؤال واضح. انا كما شرحت قبيله ان المستمع ربما الاخ الكريم عبد الهادي يلاه التحق ولا يلاه شاف، انا شرحت قبيله انه عندنا برنامج ديالنا، عندنا في افق ان شاء الله في هذه السنه تقدر تكون البدايه ان شاء الله على اساس انه غادي يكون الماء ومشكل التطهير ان شاء الله لهذه المجموعه الدواوير اللي غنبداو مرحله بمرحله ان شاء الله. نعم. بينهم دوار الخصومي، عندنا برنامج ديالنا ان شاء الله، نتمنوا نتوفقوا فيه ونخرجوه لحيز الوجود ان شاء الله. ممكن سعادة الرئيس يتفاعل مع بعض التعليق من نفسه، يعني يشوف بعض الاسئله تماك في انتظار اني نطرح لك بعض الاسئله الاخيره. من اخر سؤال أمام عيني هنا، نعم. لماذا السيد الرئيس لم يفتح فرع للحل المدنية وتصحيح الإمضاء بالنسبة لفتح جوج؟ نعم. قولوا إن شاء الله حاليا غادي نبهد الأفكار كينا على أساس أنه في القريب بعد ما غتوفر البناية إن شاء المركز اللي غادي يكون، أنه كان عندنا برنامج على أساس أنه تكون بناية في ديار العالية، ولكن تم ربما إعادة النظر فيها لأن ديار العالية حتى هي ما جاتش في المركز. انا نحاول نلقاو بنايه اللي تكون في مركز ديال ما بين فتح واحد ولا الفتح جوج، اللي تكون قريبه اللي غتسهل العمليه ان شاء الله. نتكلموا على الاناره العموميه، حيت يقال ان غياب الاناره العموميه بمشروعي فتح واحد وجوج والطريق الوطنيه 33 على 3 الرابطه بين المحمديه وعين التكي،
وسؤال آخر للإدارة المنزلية، ما هو السر في التأخير في إدخال العدادات القانونية للمستفيدين الذين يوجدون في وضعية سليمة؟ وهذا السؤال هذا طبعا دائما كنطرحوه في البرامج ديالنا. غياب ديال الإدارة العمومية في الفتح 1 و2، واش كتشوف أنه هناك غياب؟ نوضحوا الأمور باش الأمور تكون واضحة. ليس ما كانش في الأول غياب الإنارة العمومية، هناك كانت تجزئة اللي كانت في الإنارة العمومية. إنما ملي كتبدأ السرقات، أنه تقريبا دابا تجزئة ديال الفتح 1 والفتح 2 بدأت في 2013 قبل ما نتحمل المسؤولية الذاتية. ديك الساعة في 2013 لقيتها أنا بعد ما نتحمل المسؤولية لقيناها بادية. هذيك الساعة كانت الإنارة العمومية، ولكن هاد الناس يمشى دخلوا الضوء رسمي، دخلوا الضوء رسمي يلاه في هاد السنة عاد كاين الناس كتدخل في الضوء بشكل رسمي وبشكل قانوني. يعني أنه هاد السنوات ديال 2014 و2015 و2016 و2017، منين كانوا مضوين هاد الناس؟ كانوا مضوين من الإنارة العمومية. واش هاد البولة، واش هاد الخيط ولا هاد البولة غتحمل هاد الضغط انها منها اناره عموميه، منها كهرباء اناره عاديه ديال المنازل؟ هذا حنا كيعرفوه، كيعرفوه السكان فتح 1 وفتح 2، حنا كنعرفوهم كلهم كانوا واخدين الضوء من الاناره العموميه. هذا واقع، هذا واقع. اذا ما يمكنش الاناره العموميه تبقى صالحه، تبقى صالحه بهذا الضغط هذا. اذا ترونسفو ولا مثلا راه ما يقدرش يتحمل اكثر من العدد اللي خارج ليه بطبيعه الحال. إلا مثلا أنا ترانسفو حاطه مثلا 50 واحد وجاخده 400 واحد ولا 500 واحد، من طبيعة الحال ما غيبقاش صالح. الإنارة العمومية نعود نوضحو بالنسبة لما باقي المناطق جماعة بن خلف، الأغلبية نتكلم مثلا مقسمة على 2 مزودين، كاينة شركة ليدك وكاينة شركة ديال المكتب الوطني للماء والكهرباء. إذن الجهة المنطقة اللي فيها ليدك في مستوى يليق بجميع ساكنة بني خلف، يشرف الساكنة. ولا برتي دابا غادي تشوف من المدخل غيبان لك الفرق. المشكل اللي عندنا فيه معاناة وعندنا فيه صعوبات حاليا هو مشكل المزود من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء. هذ هما اللي عندنا إشكالات شوية كنحاولوا نعالجهم بشكل ديال الجماعة. أما بالنسبة للإنارة العمومية اللي في المنطقة اللي فيها ليدك، فأنه دارت اتفاقية على أساس أنه شركة ليدك هي اللي تدير حتى الصيانة. إذن دابا المواطن ما يحتاج يلتجأ للرئيس الجماعة ولا يحتاج يلتجأ لشي واحد في الإخوان، مباشرة من عنده يقدر يتصل هو بالشركة ويحدد لهم الموقع ولا يعطيهم ذاك المرجع اللي تيكون في الفاتورة، وغادي يجيو عنده ويصوبوا له البولة. بعد ما كانت دائما كنرجع لقبل، بعد ما كانت انه المركز ديال بني خلف كانت كتلقى بوله شاله وعشرة طافيين. علاش كان هذا المشكل اللي حاليا اللي كان كبير؟ هو انه الاعمده الاناره العموميه كانت فيها 12 متر، والشاحنه اللي كانت ديال الكهرباء كانت فيها 9 متر. اذا ملي كيطفى البوطو وفيه 12 متر ما يمكنش هاد الشاحنه ما توصل. هذا الباب هذا تغلبنا عليه، انه درنا اتفاقيه مع شركه ليدك على اساس انها هي اللي تدير الصيانه وهي اللي تدير التتبع. بالنسبه للمناطق اللي تابع المكتب الوطني للماء والكهرباء، هذا كندبروه هنا، وكنحاولوا كاع الاماكن اللي فيها الخصاص كنحاولوا دائما ندخلوا ونعالجوها، سواء اضافه مصابيح جداد او الاصلاح ديالها. السؤال كيف هي العلاقة ديالكم سيد الرئيس بمؤسسات الدولة، بعمالة المحمدية، بمجلس العمالة، مجلس الجهة؟ يعني ملي كتوقفوا عليهم كيف كيكون التعامل ديالهم على المتطلبات ديال المنطقة؟ لأن هذا هو الموضوع اللي ناقشته معك قبيلة، أنه الجماعة عندها شركاء ديالها. ولله الحمد المجلس يشتغل في تناغم وفي انسجام مع الشركاء ديالو، يعني سواء مع السلطات المحلية أو الإقليمية. طبيعة الحال هناك مشاريع مهمين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعني المشاريع اللي
عندها تأثير إيجابي على الساكنة وعطات تأثير لفك من العزلة ولا البنية التحتية اللي كانت في مستوى يشرف علاقتنا بطبيعة الحال. مجلس العمالة كذلك في تفاهم كبير مؤخرا استقبلنا منهم شاحنة اللي هي ضافت الأسطول ديال جماعة بني خلف واللي فكات المشكل ديال الفتح واحد والفتح جوج اللي شرطي أنه قبل ما كدير في النظافة. أنا أؤكد لك أنه هاد الشاحنة مخصصة خصيصا وبشكل يوميا الفتح واحد والفتح جوج والإقامات اللي في هذه المنطقة ديال البراه مشرقة. إذا داكشي كيدار بشكل يومي طبيعة الحال. باقي مجلس جهه الضرب اذا الكبرى المديريه هذا المجلس هذا واش استفدت منه ولكن شي حاجه في الطريق ان شاء الله كنقولوا ان شاء الله غتكون في القريب العاجل حتى هو طبيعه الحال عندنا مع شركات. سؤال اخر سيد الرئيس, كيف هي العلاقه ديالكم مع جمعيات المجتمع المدني بجماعه بني خلف؟ وكما كنعرف انه راكينا واحد الهيئه الاستشاريه ديال تكافؤ الفرص, شنو الدور ديالها؟ لان بالنسبه لعلاقتنا مع جمعيات المجتمع المدني من طبيعة الحال كاين احترام كبير, كاين احترام متبادل, كاين تواصل دائم دائما. عندنا في جماعتنا ما يفوق 140 جمعية طبيعة الحال. هناك بعد الجمعيات المحسوبة على بعض الجهات السياسية من طبيعة الحال دائما تحاول تخلق الفتنة ولا خلق البلبلة, وبعض الصفحات التي حتى هي تحاول خلق الشوشر. هذا لن يزيدنا الا اصرارا وتفانيا في العمل ديالنا, بالعكس هادو غيزيدوا كيحمسونا للاشتغال وكيزيدوا باش نرفعوا من المستوى العمل اللي تنقوموا به. بالنسبه لنا كان عندنا برنامج عمل الجماعه ديالنا اللي هو لله الحمد اللي دار اخر دوره دازت مقرر تمت المصادقة عليه. فيه مجموعة مشاريع اللي من طبيعة الحال غنشوفوا الشركاء ديالنا على أساس أنه تخرج الحيز الوجود في القريب العاجل إن شاء الله. بالنسبة لهذا اللجنة ولهذا الهيئة اللي تكلمتي عليها مرت في ظروف شفافة, ظروف قانونية. درنا طلبات كانت أول مرة هاد السنة في هذا الدورة. لا تستقبل فهاد المجلس بطبيعة الحال فهاد المجلس مرات في ظروف قانونية تم تعليق الإعلان للناس اللي بغاو ترشحوا في هاد الهيئة هادي. علقناها في الجماعة وعلقناها في القيادة. طبيعة الحال كانت شفافية تعلقات وتختاروا ناس طبيعة الحال اللي كانوا مستعدين أنهم يقدموا حتى هما. فعلا هاد الهيئة هادي عندها دور ديالها طبيعه الحال, حتى هي برنامج عمل الجماعه, حتى هي قوه اقتراحيه طبيعه الحال هذا البرنامج هذا على اساس انه يكون برنامج عمل شامل متكامل اللي يحاول يحقق اغلب متطلبات الساكنه. واحد ثلاثه الاسئله مشات لي هنايا. السؤال الاخير كنت سمعت عندك ديال نبيل ماشي مشى لي يكون هنا. المرجو إطلاق صراح الألعاب الرياضية الموجودة بالحديقة بالقرب من ثانوية الشكيب أرسلان, حدثنا على هذه حديقة تنجزت مؤخرا. نعم. حديقة في مستوى اللي شرف طبيعة الحال جماعة بني خلف. نعم. فيها ألعاب رياضية. هل الألعاب الرياضية إلى الفكرة اللي عدنا على أساس أنه غادي يتم تنقيل ديالها للبلاصة المكان آخر الحديقة أخرى اللي أنفاس في الواجهة مع دار الشباب, انه هذاك متنفس كبير اللي غادي يكون خاص فقط بالالعاب الرياضيه باش نخليو نحاولوا نحافظوا على ديك الحديقه هذيك وتبقى صالحه والدوم اطول, لانه العاب جو وسط الحديقه يصعب الحفاظ عليها ويصعب باش تبقى في مستوى يليق. اذا غنحاولوا نخليو الحديقه ومتنفس انه الناس اللي بغاو يريحوا مع وليداتهم ولا يريح مثلا مع اصدقاء ديالو يبقى في واحد البلاصه, واللي عنده وليدات وبغى يجي يولج لهذه الحديقه هذه غادي يجي ليها في مكان مخصص لذلك, بالاضافه للحدائق الاخرى اللي عندنا, بالاضافه لتجزئه بني خلف. هناك ذلك حديقه العاب, هناك في عين تكي,
وهنا غتكون في القريب في القريب في القريب العاجل ان شاء الله في اقامه بيتي، بالاضافه للحدائق اخرى اللي ان شاء الله في الطريق. عندنا برنامج ديالنا ناخذ واحد المكالمه. السلام عليكم. السميه ديالك؟ السميه ديالك اهلا سيد ماجد، كي داير؟ بخير صحيح لاباس. اذا السؤال ديالكم، ربما طرحتي واحد السؤال في التعليق على قبل المستوصفين ورجاوب عليهم سيد الرئيس. نعرفك مهتم بهذاك الملف، تفضل. هذاك بالنسبه للمستوصف اللي هو كيتعاني منه، هذا عنده فيه مشكل كبير. هذا هو افضل. نعم. أنا تتكلم عن مباشرة، تفضل سي ماجد. ممكن واش التعاقد مع أطباء ولا مع طبيب ولا حد جاز ترمي عمرو السطر ما يكون حل للتربح؟ هذا هو السؤال ديالي الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، جوج معروفة بأن من هذه مثلا المناطق كاملة من ما كاين عندها حاجة هو راه تتبع معنا القضية كاملة، راه عارف كل شيء. واش كاين شي مخطط ولا شي برنامج إن شاء الله جاي لك تتعجل وفي القريب ولا لا؟ هذا هو السؤال، وشكرا للاستقبال. شكرا 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 سي المجري، غادي يجاوبك على السؤال. شكرا شكرا. بقات لنا اقل من 5 دقائق على نهايه البرنامج. اذا بالنسبه للاخ الكريم والاخر المتدخل، انه المرافق العموميه اللي ناقصه في المنطقه هذه. نعم. فعلا عندنا توجه، عندنا رؤيه ديالنا على اساس انه الرخص الاستثنائيه اللي مخصصه في هذه البلاصه كلها غنعالجوا بها داك النقص والخصاص اللي كاين ديك المنطقه. نعطي بعض الامثله. مثلا فالتجزئه مؤخرا اخذت ديروغاسيون في ديك المنطقه اللي تابعه للفتح واحد فتح جوج، هناك قاعه مغطاه اللي غتكون متعدده الاختصاصات بالاضافه للمدارس والمرافق، هناك ملاعب رياضيه، هناك دور شباب، هناك نوادي نسويه، هناك مستوصفات اللي من طبيعه الحال كاين مشكل كبير هو مشكل اليد العامله. في تواصلنا دائم مع مندوبية وزارة الشباب والرياضة مندوبية الصحة، المشكل اللي عندهم واللي كيعاني منه هو مشكل الموظفين. نتمنى يتحل هذا المشكل في أقرب وقت ممكن. لأن مشكل السكن اللي بغيت تتكلم آخر تتكلم إذا كان ممكن سي الحمار، ممكن نتكلم على المشكل ديال السكن في جماعة بني خالد. المشكل ديال السكن والخصوص كتكلم على إعادة الإيواء. هاد الإشكالية هذه خاصها وقت طويل باش تناقش هاد المسألة هذه. باختصار ما يمكنش نتكلموا عليها في جوج دقائق وثلاثة دقائق، لأن هذا الوقت هذا لا يسع باش نشرحوا هذا الموضوع هذا. بحيث أنه كاين حالة الإغفال والمطلقين والأراميل والعزاب ذوي السكن المستقل وشروط ذوي الزواج الحديث، كاين اللي في دوار سيدي عباد وعين بوحشاد وبراهما وشقة، وأنت عارف تفضل. بالنسبة لهاد الحالات ديال الإغفال، لأنه الإشكالية اللي كاين دابا العملية غادة مستمرة، ولكن هذه سنتين توقفت العملية، ما بقاش لأن العدد ديال المستفيدين اللي تم الإحصاء ديالهم قبل في 2012 ما أخذوا هذوك الناس كاملين الاستفادة ديالهم، ناس تم الإغفال ديالهم ما عطوهمش الاستفادة ديالهم، ما مطروحينش في اللائحة الأولى ديال الاستفادة. هذوك هما اللي كيتسموا دابا بالإغفالات. احنا الآن اللجنة المحلية راها عطاتنا وعود بأنه في هذا شهر 3 هذا راها تقدمت اللائحة للسيد العامل باش يتم المصادقة عليها، باش في هذا شهر 3 هذا الإغفالات والعائلات ديال الدمج العائلي والأراميل والمطلقات بأبناء اللي هما في وضعيات قانونية، زائد الحالات ديال الزواج عبر السنين هو الزواج الحديث اللي هما مع حسب المعايير من 2010 هو المعيار المتخذ، 2011 و
12 وما فوق هادو ما داخلينش في المعايير. نحن مازال في الكلام مع الجهات ذات الصلة، سواء اللجنة المحلية واللجنة الإقليمية ولا مندوب ديال السكن، حتى مع الوزير ديال السكنة وسياسة المدينة، ولا مع الوالي ديال الجهة. كانت عندنا بزاف ديال اللقاءات مع الناس هذو، المفتشية الجهوية لإعداد التراب الوطني والمفتشية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة. نتمنوا بأن هاد المشاكل هذه تخرج تلقاو لها حلول، والحلول ديالها راها بسيطه، ماشي شي حلول اللي هي معقده، باش تبقى للحالات اللي هي مستعصيه، اللي كتبان بانها حالات مستعصيه ممكن يتلقى لها حلول مناسبه ترضي جميع الاطراف، سواء في سيدي عباد ولا عين بوحشاد. ولا معلوم ان عين بوحشاد ما بقاش فيها عدد كبير من العمليه، فيها وصلت تقريبا واحد 95% دوار الغوتي بقاو فيه تقريبا 7 ديال الحالات. البراهمه شرقاوه تم اضافتها في واحد الجزء، تم الاضافه ديالو للمشروع. سيدي عباد وصل دابا العمليه ديال الترحيل تقريبا واحد 1050 مستفيد، مازال حالات عديده تقريبا توصل لواحد 800 ديال الحالات، فيهم هاد اللي ذكرنا دابا الاغفالات والطلاق والحالات ديال السكن عبر السنين. نتمنوا من السلطه المحليه والسلطه الاقليميه بانه تعجل بالخروج ديال هاد الحالات اللي تم التوافق عليها في اطار اللجنه المحليه في القريب العاجل، والناس ترحل، لانه كاين مشاكل من بعد. كاين مشاكل ديال الماء الصالح للشرب، لان كاين انقطاعات متكرره من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. هذا الشيء هذا بقات العمليه مستمره وغدا بهذا البطء هذا، كنشوفوا بانه ما غاديش يتم النجاح ديال هذا المشروع. والنقطه الاساسيه وهو الزواج عبر السنين، الى ما تحلش، لانه واحد العدد ديال 100-120 اسره. كنقولوا بان الحل الوحيد وسبب نجاح هذا المشروع هو الحل ديال الزواج عبر السنين. شكرا على هذا التوضيح ديالك، ونعطيو اخر كلمه لرئيس جماعه بني خلف السيد سعيد رفيق، اللي غادي يعطينا واحد الكلمه اخيره لسكان جماعه بني خلف، وايضا للنشطاء الفيسبوكيين ايضا، لان ربما كتستاد منهم بعض المرات شي نقطه سوداء اللي كيطرقوا لها في صفحات الفيسبوكيه ديالهم بالاضافه للصحافه، وكيتم يعني حل المشكل. تفضل، كلمة مفتوحة لك. إذا شكرا خالد على هذه الأسئلة هذه. بالنسبة كما شرت معك من الآخر، بالنسبة لهذا النشطاء فإن كنرجع شوية للوراء، أنه بعد ما تحملنا هذه المسؤولية كانت هناك هجمة شرسة من طرف بعض المحسوبين على جهات معينة، ولله الحمد أمور في تحسن مستمر. مجموعة ناس اللي كانت غلطة فهمت، إذن بقات عناصر محدودة، عنصر أو عنصرين فقط للشوشرة. هذا أقول لهم، هذا لن يثنينا، هذا فقط غيزيدنا إصرارا ومجهودات أكثر على العمل. لن مفتوحة للحوار مع جميع، دائما يدنا مفتوحة، المكتبنا مفتوح للجميع. من أراد المعارضة من أجل المعارضة البناءة فأهلا وسهلا، أما من أراد المعارضة من أجل المعارضة فهذا لك كما شرط أنه لن يتنينا، وغيزيدنا فقط عزم وإصرار باش نكون عند مستوى ومتطلبات ساكنة جماعة بن يخلف. اللي نقدر نختم به والكلام ديالي واللي نقوله، وأنه نعمل ما في جهدنا وأكثر ما في جهدنا على أساس أننا نكون في مستوى الثقة اللي وضعونا في هذا الناس. نحن نعمل كمكتب، كمجلس متجانس متكون من فريقين منفصلين وطنيا متحدين في جماعة بني خلف، فريق الأصالة والمعاصرة
وفريق العدالة والتنمية نشتغل في انسجام كبير ولله الحمد. كل شخص وكل مستشار أو نائب يعمل من موقعه ويقدم الإضافة المرجوة في تناغم وفي انسجام كبيرين. فشكرا لجميع مكونات هذه الأغلبية على المجهودات ديالهم وأنهم كيديروا أكثر ما في جهدهم باش يكونوا في مستوى تطلعات ساكنة اللي وضعت فيهم الثقة. آخر سؤال آخر مكالمة هاتفية. السلام عليكم. السمية ديالك المداخلة ديالك اختصار. تفضل تفضل السؤال ديالكم. مالو؟ اش من الحديقه اللي قلت لك قدام الجماعه والاخرى اين هي؟ هذا الشباب صافي غادي يجاوبك السيد الرئيس غادي يجاوبك غادي يجاوبك. تفضل. شكرا على المكالمه ديالك. اذا غنختموا بهذه المداخله هذه ونجاوبوا بالنسبه اذا الاخ دخل وما سمعش اننا قبل احنا جاوبنا على هذا السؤال هذا. فقط للتذكير انه الحديقه المتواجده امام ثانوي بني خلف اللي في مركز واللي فيها حديقه والعاب هذيك الحديقه اللي كاينه مقابله لدار الشباب سوف تكون مخصصه للالعاب خاصه للالعاب. وبالنسبه للحديقه الاخرى اللي غتكون جد ثانويه فقط غتكون حديقه ومتنفس الناس اللي باغي يرتاح واللي عنده وليداتو وباغي يلعب وباغي يجري. هذه حديقه لشار المتدخل الاخير انها تكون خاصه بالالعاب وغتكون في مستوى ان شاء الله يشرف جماعه بني خلف. اذا كنشكرك سي سعيد رفيق رئيس جماعه بني خلف التابعه لتراب عمله المحمديه. وايضا كنشكر السيد الحيمر احمد وهو عضو بجماعه بني خلف على يعني الاجابات ديالهم الساكنه ديال بني خلف. وما كرهناش انه يعني مستقبلا تعملوا واحد الزياره تواصليه تكون حاضره فيها الصحافه محمد يقريش ولما لا ايضا منابر اعلاميه اخرى ونوقفوا على بعض النقاط او المنجزات لجماعه بني خلف. مرحبا اخي الكريم. طبعا الجمعيات المجتمع مرحبا كما طلبتي انت اللقاء ولقيتي الباب مفتوح. نعم. فكذلك دائما الباب مفتوح امام الجميع. نعم. من اراد اي لقاء ولا اي تواصل. نعم. فاكررها فالباب دائما مفتوح. اذا مشاهدينا كنتم معنا في برنامج تحت الوجهه وكانت حلقته مخصصه لجماعه بني خلف التابعه لاقليم المحمديه. الى اللقاء.